مباشرة متابعي مشاهدي قناة شوف تي في من السوق الأسبوعي، لجنة مختلطة للمراقبة، المكتب السلامة الصحية معروف بأنصا، وكذلك السلطة المحلية، قوة المساعدة، الدرك الملكي، السيد خليفة القائد هنا بقيادة المجعرة، تراقبوا الأثمنة، تراقبوا السلع، تراقبوا كل شيء بالسوق الأسبوعي. مزيدا من حال هذه الحملات يعني خاصة تكون في الأسواق الأسبوعية اللي تتميز يعني بكثرة الناس اللي تيجيو للسوق والباعة يعني من كل قنت، ربما تكون سلع فاسدة تعرض للبيع. فهذه الحملات بحال هذه من لجان مختصة مزيان أنها تراقب الأثمنة وتراقب كل شيء هنا بالأسواق الأسبوعية. كيف قلت لكم متابعينا مشاهدينا، لجنة مختلطة لتتكون كل من السلطة المحلية والجامعة الترابية، كذلك أفراد قوات المساعدة، الدرك الملكي، المكتب الوطني للسلامة الصحية. زادت هذه اللجنة تدور يعني في أروقة السوق، تتراقب كل كبيرة وصغيرة، تيسولوا الأثمنة، تراقبوا السلع، تراقبوا مع شنو كاين تتباع، شنو قلب هنا. دابا غادي في اتجاه بلاصة الخضرة. عشرة أربعة وتيضبطوا بعض المخالفات. صراحة كاين بعض المخالفين وبعض السلع اللي تكون فاسدة فايت انتهاء تاريخ الصلاحية ديالها، مجموعة من الأمور يعني اللحوم، الحوت. اش بالك في هذه المراقبه اللي تيديروا هاد الناس في السوق؟ اش بالك في هذه المراقبه اللي تيديروا؟ ايوا يراقبوا الثمن، يراقبوا السلعه. ايه اش بالك مزيان على المراقبه؟ ايوا ضروري، الله يرحم والديك. الو
اسمعني، يعني يتم تفتيش حتى السيارة اللي واقفة في السوق. شفت اللجنة تقوم يعني بمراقبة دقيقة لكل تجار اللي تعرضوا السلع ديالهم للبيع على الأسواق الأسبوعية. لجنة مختلطة مكونة نزلت اللجنة متابعينا مشاهدينا تقوم يعني بجولة بالسوق الأسبوعي. اسمح لي أخي، يراقبوا على السوق. لجنة مختلطة مكونة كل من الجماعة الترابية، السلطة المحلية، خليفة القائد، يعني شخص خليفة القائد، اللجنة المكلفة بالسلامة الصحية، يعني لجنة مختلطة مكونة من مجموعة من المؤسسات اللي تقوم بالمراقبة ويراقبوا يعني السلع الممنوعة، السلع اللي وافية للتاريخ، السلع اللي هي غير صالحة للبيع، فتتم المراقبة ديالها، وكذلك حتى الأثمنة. الله يحفظك خويا، بخير. صحة مزيان. الله يحفظك، بارك الله فيك.
شكرا لكم متابعينا مشاهدينا، الى هنا اودعكم على امل لقاء بكم في بث مباشر اخر. كنا رفقة هذه اللجنه للمراقبه بالاسواق الاسبوعيه. شكرا لكم، تحيه للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.